ورفع به إلى 30 عدد المرات التي باللقب كأكبر الأندية الدكتورية تحقيقا لذلك، وذلك في انتظار حسم الثنائية المحلية، وهو الذي بات على بعد خطوة واحدة من لقب الليغا، على اعتبار أن الانتصار على ملعب رياثور أمام ديبورتيفو لا كورونيا الجولة القادمة سيجعله يستعيد لقب الليغا ويعوض بعضا من خيبة توديعه لدور أبطال أوروبا. منتصرا يودع الحسن جابري هذه النشر، شكرا لكم لمتابعتنا، نعود مباشرة إلى فرنسا. ميرسي ماجدولين. جورنال ريتروفي سور انترنت ميديا.com. الوجهة حيز زيات. أنا الآن في طريق الرباط في المدخل الرسمي لمدينة طنجة. اللي أمامكم بيس ألزا نمرة 20. العمارة أنتم كتشوفوا صافي منهم الدراك. Jaguar XF Luxury Black Edition, un nom évocateur alliant puissance et élégance. Tanja, Arfatos, Khatir. Luxury Black Edition diesel suréquipé avec يعني في قلب المدينة دي زون فيلا بداو كيتحولوا ل دي زون ايموبل، يعني فين كان شوية ديال الخضورة دابا ولات عمارة وشوية ديال وبزاف ديال القزادر، يعني السيارات، يعني التلوث. أنا على اليسار سوق ممتاز، سوق ممتاز بلا ما نذكر السمية ديالو، بلاكة ديالو هي حداكو مركز التسوق الممتاز أو مدخل السوق. وهذه اللي اون فاس هي المكتبة الوثائقية، وهذيك الطريق اللي إذا تبعناها هذه اللي على فلاكوش كتأدي إلى منطقة الشقر. إذا السوق كيبقى على اليمين، والسكن اللي أمامنا سكن اقتصادي، ما ديور كنظن ديال المعروف المنعش العقاري معروف الزموري، واللي هنايا على اليمين مور هاد لاستاسيون هادي عمارات كينبتو في وسط الوادي. هاد المنطقة كنعرفها وكنعقل عليها، كان ما هنا كان كيدوز الواد، يعني في هاد المنخفض بين هاد بين الضفة الشرقية والغربية الماء كان كيدوز هنا، يعني الطريق مرتفعة شوية و أدروات كان الماء ديال المجرى مائي، ملي كتكون التساقطات طبعا كتكون الحملة الماء كيرجع للطريق ديالو. ولا دوك العمارات اللي مبنيين تما ما عرفت شي، انا ماشي مهندس ولكن ما نعرف، راه الحمد لله عندنا مهندسين وعندنا مدارس كيخرجوا المهندسين كيفاش عطا ترخيص تما ما نعرف، يمكن شي اعتبارات انا ما عرفهاش. وهنا داك المنزل اللي بالازرق ولا ديك البنايه اللي بالازرق على اليمين، اذا تما كاين واحد المدخل ولا تبعناه كنوصلوا سوا ديزون
المدينة الرياضية بمدينة طنجة، فين كاين المسبح الأولمبي، فين كاين ملعب ديال التنس، فين كاين ملعب كرة القدم، القاعة المغطاة، فين كاين هذا الشاب كيجري هذه اللي على اليمين. Politique toujours avec l'opposition radicale qui ne veut plus rester en marge des élections en Mauritanie. Le Forum national pour la démocratie et l'unité va participer. Je peux dire Fadra. واخا ما سولني حتى واحد. بون نفرق معكم الغارة حتى ما نوصل، وفي نفس الوقت اللي ماشي اللي بور لي طونجيروا واللي ما عايشينش هنا لظروف اما العمل اما الغربة باش يبقاو على اتصال وتواصل مع مدينتهم. هنا ادروات كاين واحد البناية اللي هي بيت الصحافة اغوش، عفوا اغوش، شوف هاد البوغوس على قطعة خط الاتصال باش يعجز يمشي حتى الروبو نيدور. واش انا نعملها او ما نعملهاش؟ ما نقدر لا ننفي لا ناكد. المغربي راكم كتعرفوه، وانا مغربي. كنحاول ما امكن انني ما نعملهاش، ولكن الله اعلم، ما نعرف. بحالكم الا درتوها انتوما يمكن حتى انا نقدر نعملها. ما درتوهاش وهذا انا ما نتمناه. هذا هو احترام القانون، وهذا هو المغرب اللي في الحقيقة خصنا نعيشوا فيه. ما كنضمنوا الحماية لأنفسنا وللآخرين. هذه الطريق اللي امامنا غتلقى واحد لابلاك عاود، هي فيها بلاك كارفور اللي بغى يمشي للكارفور، اللي بغى يمشي للمرجان، المهم الاسواق الممتازه عطا الله الخير. خاص غير الحبه يعني الفلوس، يعني بيك بوكيت و لوت اوف فلوس حبه. اذا هذه اللي على اليمين، هذه اللي تبعناها غدينا المرجان. وهنا امامنا غادي نلقاو واحد روبوان هنا حدا المدار، وتما كاينه كليه الحقوق. وكتسمى جو كخوا لو ان سي جي دو طونجي حدا بعضياتهم. وهادو فين كاين الرايات ديال التكوين المهني. وراه التسجيل مفتوح حسب ما هو معلق عندهم في الباب. وهادي الطريق اللي كتسدي في اتجاه مستشفى محمد الخامس ووسط المدينة. إذن هذه اللي أدروات، هذه ليكول ناسيونال دو كوميرس اي دو جيستيون. ومزيان ونزيدو واحد شويش كاين الحبس. المهم كلشي موجود. اللي بغى يقرا هنايا، اللي ما بغاش يقرا هنايا. وهذه اللي اغو قلت لكي لا اتهم بانني اشهر بهذه المؤسسه. قلت الناس ديالها ما بغاوش يحشموا، يعني الاباء ولا حتى المسؤولين عن المدرسه. الله يا ودي عباد الله، في عوض يحطوها الماضع هنا كيكونوا الماضع خاويين. حط السياره ديالك هنا ولا تسنى ولدك يخرج من هذا، كيتسناه في الباب ديال المؤسسه.
منين خايف عليه؟